صباح الخير مشاهدينا، عم طل عليكم بحلقة جديدة من البرنامج الصباحي نور جديد مباشرة على تلفزيون نور الشرق. ويلي منه قادر يتابعنا عبر الشاشة بيقدر يتابعنا لايف عبر الفيسبوك على صفحة نور الشرق. بداية بدنا نبلش بفقرتنا الأولى يلي معتادين صرنا عليها يلي هي السوشيال ميديا، واليوم بدنا نحكي بهاي الفقرة عن السيزوبال وعن المشكلة يلي عم بتصير مع هيدي المؤسسة. سيزوبال مثل ما بتعرفوا هي مؤسسة عريقة صار لها سنين عم بتفش قلب أهل قطار، عم تحتضن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. هول الأطفال يلي أوقات المجتمع بينبذن لأنه مجتمع مريض، منشان هيك بينبذن. هيدي الجماعة، هيدي المؤسسة عم تحتضنهم، عم ترجع ترد لهم هويتهم، عم تثبت لهم إنه هن عندهم قيمة، هن كمان ولاد الله. ولكن هيدي المؤسسة للأسف مشاهدينا عم بتسكر اليوم. ليش عم بتسكر؟ لأنه عم بيصير فيها عجز مادي، عجز مالي، والدولة، دولتنا الكريمة، ما عم تقدر تساعدها بشي أبدا لهالمؤسسة. دولتنا الكريمة أقرت الموازنة، الموازنة التقشفية، منا قادرة تساعد مؤسسة مثل هيدي المؤسسة مثل السيزوبال. بس بذات الوقت شو قادرة تعمل؟ قادرة تجيب كاميرات لأولاد، كاميرات لأولاد ب 800 مليون دولار، تخيلوا، لحتى ما يغشوا بالفحوصات. ما بعرف نحن لوين واصلين. ومن ميلة تانية عم نشوف مؤسسات وهمية عم تفتح، ومن ميلة تالتة عم نشوف مؤسسات بلا طعمة للزوجات تبع المسؤولين عم تفتح. لوين واصلين؟ برجع بكرر السؤال، ما بعرف. هيدا إذا بدي أحكي عن السيزوبال. إذا بدي أحكي كمان عن ريحة الزبالة على الكارانتينا، حدث ولا حرج. الأشخاص هنيك اللي عايشين بالمنطقة عم بيختنقوا، بالليل عم بيصير عندهم حالات اختناق، دني شوب وريحة زبالة. ومش الكل يا مسؤولين بلدي، مش الكل قادر يكون عندهم مكيفات، مش الكل قادرين يكون عندهم اشتراك موتور، لأنه أنتم بتعرفوا ما بتجي الكهرباء عنا، أنجأ من شوف الكهرباء نحن. شعبكن عم بيموت. هيدا اذا ما بدي احكي على الرز المسرطن يلي انتو عم تنفوها، وان شاء الله يكون مزبوط، بس انا ما في استبعد شي بهيدي الدولة. عم تقتلونا، عم بوصل رسالة للمسؤولين، انتو عم تقتلونا، عم تقتلونا اجتماعيا، عم تقتلونا بيئيا، عم تقتلونا صحيا، ومن زمان قتلتونا انسانيا. ما بعرف شو بعدكن ناطرين، نصنا عم بيموت ونصنا عم بيهاجر. مين بدكن تحكموا؟ مين بده يبقى بعد كم سنة لتحكمه؟ أكيد مش الشعب اللبناني يلي باقي لحتى تحكموه. وبدي أتوجه برسالة لإلكن، هي قول لنسيب عريضة. ما همنا أن مات الشعب جميعا، أفلسنا في أمان؟ فلنتاجر في المهاجر ولنفاخر بمزايانا الحسان. ما همنا أن مات الشعب جميعا، أفلسنا في أمان؟ هاي بوجهها لإلكن يا مسؤولين بلادي، هاي الرسالة، ولشعب بلادي. يا أخوتي كمان بدي لكم شغلة وبختم فيها، رب ثار، رب عار، رب نار، حركت قلب الجبان، كلها فينا، حركت كل شيء إلا اللسان. نتوقف مع ترتيلة. مشاهدينا بنرجع لكم لحتى نكفي برنامجنا الصباحي، وبداية بدي رحب بضيفي أستاذ جوني جبرايل. جوني بدي رحب فيك. الله فيك جوني، عرفنا هيك شوي عن حالك أكتر، شو دارس، شو بتعمل بالحياة؟ أنا اسمي جوني جبرايل، بتعلم بالجامعة سانت لويز انديو. نعم. وهلأ عم اشتغل حاليا مع كاريتاس، ومنتسب لجماعة صلاة. نعم. اسمها رشة يسوع مريم. منتصلي. نعم. كل نهار ثلاثة، وكل نهار 13 و23 في عنا قداس بالحريصة. نعم. مرمطان بدوان بحريصة، وهالقداس من قيمة عنية الرهبان والرهبات المكرسين. والصراحة بهالجماعة أنا لقيت حالي كجوني. نعم. وانتقلت من شخص تاني، شخص لشخص تاني كومبليتلي. جوني، بعرف انه انت عندك اختبار كتير مؤثر،
فيك تخبرنا بداية بعمر ال 15 سنة كنت أنت عم بتقدم البروفي مزبوط؟ في صار معك شغلة، شو صار معك؟ مزبوط، بعمر ال 15 سنة صار معي مرض بالخلايا فريدريخ أتاكسيا. هلا الناس ما بتعرف شو فريدريخ أتاكسيا، بس هذا المرض هو نقص بالخلايا، بينقص خلايا الشخص، بطل يقدر يعمل كوردينيشن، بطل يتوازن، بصير عنده مشكلة بالسمع، بالنطق، بالحكي، بطئ يعني. فأنا كانوا ينصحوني ضل على طول عم بسبح وأعمل سبور، أعمل سبور وسباحة قد ما في. يعني السبور بتحسن من بتوقف شوي الحالة، مزبوط بتبطئها. مزبوط، بتبطئها نعم، بس ما فيها شفاء ما منها. فيها شفاء، ما لقيوا لها بعد علاج لهيدا المرض. لا ما في. الحديث هلا ما في علاج. نعم، وعادي كان فات حياتي عادي، بس مكذب انه مرقت بدقيقة، أكيد. في اوقات مرقت بدقيقة بيني وبين حالي وبيني وبين المجتمع ككل يعني. نعم، صرت اتضايق بحالي انا، بس بعد فترة زمنية قصيرة انه جربت استوعب حالي وقول انا مثل غيري، جماعة رسل سوى مريم الفتلقلة كمان عبوني، وقف حد كل الاشخاص، نعم مش احسن من الاشخاص، نعم كله وقف حد. بدي أسألك جوني، عم بتقول انت انه شوي عانيت مع المجتمع، وقت صار معك هيدي الحالة، رفقاتك، المحيط القريب لإلك، المجتمع البعيد حتى اذا بدك، كيف هل اختلفت نظرتهم؟ هلأ أنا بصرت مع هالحالة، كنت عم بلش فوت على الجامعة، نعم، قديه كان عمرك تقريبا؟ كان عمري 18 سنة، بس بلشت أقعد على الويل تشير نعم من 15 ل 18، ما قعدت على الويل تشير، نعم على 18 قعدت عليها، فوت على جامعة الأنديو. وقتها وقف حدي دكتور زياد فهد، وقف حدي وقف هيك كتير قوية بنوجه له تحية أكيد. وساعدني كتير، نعم، كل شي كيف ساعدني ساعدك؟ بالتنقل. كان هو عميد شؤون طلابية بالأنديو، نعم هو اللي صار مثلا يحكي لي السكيورتي نعم انتبهوا على الشاب، اعملوا هيك يعني، كل شي يعطيني اكسس على الطوابق، على الصفوف، اذا مثلا صف مش مناسب يبدو الصفوف، يعمل تشينج. الحمد لله رائع. كتير منيح، ومسيرتي بالانديو كمان وقفت هون، وفي ابونا بيير نجم بنوجه له رئيس تحية أكيد. الجامعة، نعم، رئيس الجامعة كمان هو ساعدني كتير، وساعدني كمان مرحلة الدراسية اللي تخرجت نعم، وخلصت، عمل انا انترناشونال افيرز اند دبلوماسي، حلو. وحاليا انا بشتغل بالكاريتاس. نعم، قبل ما ننتقل على الكاريتاس، حابة أعرف يعني وقتها كنت أنت تفوت على الصف، كنت تدرس، مين يعني كان في حدا يكون عم بيساعدك، عم بيكتب لك، أو كنت تسجل؟ هول التفاصيل الصغيرة يلي نحن بنشوفها منا مهمة، بنشوفها تفاصيل عادية أو أشياء ثانوية، بديهية ثانوية 100%، أنت هول كيف كنت تعيشهم؟ هلا الصراحة أنا كنت أكتب لحالي بالصف، نعم، أنا بقدر أكتب، ما كان عندي أي مشكلة، ووقت اللي يعني ما أكون قادر وما فيي نعم، كنت ماشي أعمل هايلايت، أو الأساتذة كانوا كتير كتير يستوعبوني. كل شخص بالمرحلة الدراسية كان كتير عم يستوعبوني، كتير واقفين حدي، وكتير من رفقاتي لأبونا. نعم، يمكن السؤال اللي بدي أسأله هلأ شوي مزعج، بس بقلب المجتمع شي مرة صار شي زعجك؟ حدا قال لك شي؟ حدا ما بعرف؟ أبدا أبدا أبدا. أبدا هذا الشي بيبين انه نحن مجتمعنا
عم بيتطور شوي إذا بدك، عم مظبوط نصير نقدر نتقبل بعضنا أكتر. 100%. ويمكن لأنه نحنا كمان عم نبلش نصلي، عم نشوف الله بكل شخص. شو حلو، رائع. أنا عم شوفه بفلان وفلان عم شوف في الله فيه. كمراهق عمره 15 سنة يكتشف هيك شيء، منا هينة أبدا. مظبوط يعني اليوم أنا بقرب بالبيت، بقعد يومين بالتخت، بصير بكرفت. أنت كابن 15 سنة كنت بوقتها، شو أول صرخة صرختها؟ شو قلت لله؟ هلا انا كنت شوف الناس حوالي كلهم يعني عم يمشوا وعم يركضوا. انت بتعرف انه عمر 15 هو عمر المراهقة التمرد، والشيطان اللي ما صحيح. بتنفذ. فانا وقتها انه كنت عم بفقد توازني، ما كنت بعد ستاوي شاب، كانت بعدها مشتي مش طبيعي، بطريقة انه شوي مش متوازنة. 100%. بس عم قلك أنا بس بلشت صلي وعن جد هي على عمر 18. أنا أقول 18 ما كنت صلي. طب من عمر ال 15 ل 18، شو الاشياء اللي عيشتها؟ شو صرخة التمرد يلي صرختها؟ اليوم الصراحة كلنا بنصرخ، يعني حتى ايوب بمطرح من المطارح مش بيقولوا يا صبر ايوب، ايوب صرخ بمطرح. شو الصرخة اللي صرختها انت؟ انا ما كنت اطلع من البيت، انه كنت روح المشوار اللي لازم روحه، بس المشوار اللي لازم روحه. حتى على المدرسة ما كنت كتير روح، يعني سكون باك بعرف قطع علي، ما كنت كتير روح على المدرسة. بس على 18 كل شيء تغير، مظبوط تعرفت على يسوع أكثر. مظبوط، تعرفت وتقربت منه. كيف تعرفت على يسوع؟ شو صار؟ شو النقلة اللي صارت لحتى أنت تعرفت على هالإله العظيم؟ تعرفت على يسوع من خلال أول شي بلشت مسيرتي من خلال مسبحة. نعم مسبحة بيجا موضوع إنجيل، نعم من الموضوع الإنجيل صرت ما نام ولا ليلة، قليلة قليلة كتير الليالي اللي بنام فيها ما بكون قارب الكتاب بالإنجيل، الليالي القليلة. والمسبحة حتى بواظب إني أعملها، بس مش كل يوم، بس ما بعملها. هي بالنتيجة إذا أنت عم مظبوط تقرأ كل يوم بالإنجيل، يعني كأنك عم تعمل المسبح، لأن المسبح هي عبارة عن تأملات بحياة يسوع. مظبوط 100%. نعم 100%. خبرني هيك، وقت بلشت بالمسبحة وبقراءة الإنجيل، شو في هيك شيء لمسك؟ شو في شيء بتتذكره هيك قال لك إنه أنت معك في إله مرافقك، إله عظيم بحبك مرافقك، عملت اللقاء إذا بدك؟ مظبوط. أنا بس بلشت المسبحة للصراحة صارت كل الأشياء تفرح قدامي، صرت أشوف لبعيد، صرت أشوف الشي اللي بضرني والشي اللي صالحي لإلي. كالجوني الشي الصالحي لإلي، صرت أخد قرارات إنه حكيمة بعد المطاري. وصارت مشاكلي مع أهلي أكيد قليل كتير كتير. طلبت موهبة الحكمة، مظبوط حلو رائع. وهيك كيف انت قررت ترجع تكفي تفوت على الجامعة؟ كنت عم تقلي انه ايام المدرسة ما كنت كتير تحب تروح، كيف رجعت اخذت هذا القرار؟ هذا قرار كتير ضخم انك تكفي جامعة، كيف اخذتوا هذا القرار؟ مين شجعك؟ مين كان حدك؟ للصراحة شجعني كل قرايبين، وقفوا حدي وشجعوني، من أهلي قرايبين كل الأشخاص وقف حدي شجعوني، إنه من مقولة ما حدا أحرم حدا، هاي المقولة على طول بنسمعها ما حدا أحرم حدا. فت على الجامعة وأكيد من دعم من كل الأشخاص لحدي. نعم. بعدين بس فت على الجامعة يعني لقيت سبورت من كل شخص، نعم. من كل حدا جماعة الصلاة بتعرف. يلي أنت فيها، إمتى فت عليها؟ كيف تعرفت عليها؟
تعرفت على أم ال 18 كمان. كمان يعني هي الاثنين اللي عرفتك على يسوع، ومن ايه، بعد ما انت اختبرت يسوع فت مع الجماعة. يمكن من ورا الجماعة فت على الجامعة. نعم، بس انا اللي بقصده انه انت وقت بلشت بالمسبحة وبالانجيل، هذا الشيء بلشته من بعد ما فت على الجماعة. مظبوط، اوكي، كيف فت على الجماعة؟ مين من اللي ورا عرفك؟ الجماعة نعم تعرفت على المسبحة وعلى حلو، بس مين اللي عرفك على الجماعة؟ كيف فتت عليها؟ انا كنت اطلع مش على طول، اوقات احضر اجتماعات للشبيبة، حلو، اوقات احضر اجتماعات، انا بخور رعي برجع فروكوز، نعم انا انه جاي جماعة صلاة وهيك، بحبكم كنت تكونوا معهم وهيك، فانا انه عجبتني فيك انه كل نهار نعم بطلع بتجرب، بتسلى، يلا بجرب شو في. بطلع بتسلى، بطلع من صح، البيت، طلعت عجب من الجو، نعم وحتى انه الناس اللي حوالي ضلوا حد اجوا معي على البيت، قعدوا معي، صرنا نحكي ونتحدث بالامور الحياة، بعدين صرت جزء صاروا هني يحكون على واتساب، تاني جمعة تالت جمعة فوتونا على الجروب، صرنا نتشارك معهم، نروح رياضات روحية، نطلع قناة، نعمل هيك، هلا صرت جزء لأي درجة من جماعة رسل يسوع مريم. كتير حلو، رائع. قد صار لك بهالجماعة؟ خبرنا. صلي من 2015. 2015، حلو، صار لك وقت منيح. مظبوط، طيب شو هيك الاختبارات يلي عشتها مع هالجماعة؟ هيك اختبار ما بتنساه، شي هيك كتير بعده تارك بصمة بقلبك؟ الشيء اللي عشته معهم هو انه سافرت معهم، رحنا سافرنا على ميديكوريا، رحنا عملنا ميديكوريا صلاة، نعم ورحنا على تركيا، حلو، يعني رحت معهم على محلات ما بحلم ممكن تروح عليها، حلو كتير حلو. ما كانت احلم اروح عليها المحلات رحت معهم. نعم، حضرتك تخرجت من الجامعة أو بعد؟ مظبوط تخرجت مظبوط، وهلأ عم تشتغل وانا بالكاريتاس؟ حاليا بالكاريتاس نعم، شو بتشتغل بالكاريتاس؟ بفايلينج اوفيسر. حلو، تعذبت لحتى لقيت شغل؟ لأنه اليوم وضع ابدا البلد واقف. ابدا ما تعصب، نيالك؟ ابدا ما تعصب، تعرف ليه؟ اول شيء بصلي على طول، نعم بصلي على طول، بطلب من ربي انه يبعت لي الخير، أكيد اوت اوف نو، ما بعرف من وين، أكيد 100%، معك حق. بس هو للأسف لأنه وضع البلد بالمرة، يعني في ليك كتير ناس عم بتصلي وما ما عم ب... ما بقدر تلاقي شيء، وضع انا في البلد واقف. رفيقي قال لي جوني انت قبل بسنتين نعم ولا ممكن تلاقي شغل، نو واي، مع هيك اقل من سنة التبرت شغل، بقل من سنة، وهلا انت مع مين عايش بالبيت؟ اهلي امي وبيي نعم واخواتي. نعم شو في هيك عندك مشاريع لبعدين؟ شو بتفكر ببكره؟ بكرة أكيد بدي أتعلم شغلة، نعم بدي أجرب أتقدم وأتطور، to improve myself أكيد، اكيد. وأكيد أنا بوجه تحية من القلب، من القلب طلع من القلب لبيربول كرم، بنوجه له بيربول تحية. كرم اللي هو رئيس الكاريتاس، نعم بيربول كرم وقف حدي يعني لأبعد الحدود، وقف حدي لفوت لأشتغل لأتوظف، وكل شي كان حدي. كنت عم تخبرني قبل انه طلبوا منك تعمل سبور، تسبح. مظبوط، هي قبل 15 ما كنت أعمل، ما كنت رد، ما كنت رد على الناس اللي قال لي لازم تسبح، لازم تعمل سبور، بعدين شو عملت؟ بعدين انه بصيت مع هالجماعة صرت شوف انه الناس من هالجماعة بيطلع على الجيم، بيعمل جيم، يسبحوا، قلت لا لا وينك، انا ما بس ضايق كمان. بدي هيك اسألك سؤال، انت على الويلتشير كيف بتقدر تعمل الجيم وتعمل سبور؟
لأنه هيدا الشيء يمكن بيعطي كتير أمل لأشخاص إذا خبرتهم. أول شيء أنا إذا بتهدى بشي بقدر أوقف، نعم أنا بقدر أوقف، بقدر حركة جاي. أنا مثل ما قلت لك مشكلتي مش coordination، مشكلة توازن، مش مشكلة قوة. الحمد لله الله عطيني القوة في أعمل كل شيء. أنا بنص تهدات بشيء قاسي بقدر أوقف وأنه لمحل تاني، أكيد مع مساعد شخص بقدر أعمل كل شيء. وعالسباحة أنه السام هي ذات الشخص بيساعدني لأرض على الأرض، بس بحط من هون على خسارتي مثل سانتير بالماي، بحط بالماي لفوش لأنه جاي ما في حركون أو بدي أعطي، ما في دل أعطيهم الأوردر. بس عم بروح لزاوية البسين بتهدى من هون من بصير حرك جاي. نعم بتعرف قد ايه الاشياء اللي عم بتقولها عم تعطي امل وعم تعطي رجا لكتير اشخاص هلا عم يحكونا عم بيتابعونا. عن جد يعني في اشخاص بوضعك او بوضع شبيه لوضعك انا بعرفهم، يأسين قاعدين بالبيت مسكرين على حالهم. قل لهم شيء، اعطيهم امل، خبرهم انه هن فيهم يكونوا اليوم ابطال مثلك. شو بتقول لهم؟ لك هلا الشخص بده اول شيء بده يقتنع بحاله، يعني مين ما كان يكون بده يقتنع بحاله. انا هيك الله عمل فيي، لا ولا ممكن يكون اكيد مش الله، هاي طبيعي جسمنا لضعيف. الله بده يكون بده الله بده الشخص يكون احلى شخص، صحيح احلى انسان. أكيد. هي الشغلة، بس إذا بيفهمها خلص فاهم كل شيء 100%. لأن في أوقات أشخاص بيجوا بيقولوا لنا إنه طب الله ما بيحبني، إنه كيف الله بيي وعمل فيي هيك، كيف الله بيي وضربني. مظبوط. أكيد بين السماء ما بيعمل هيك، بس في نحن عنا طبيعة جسم ضعيفة، وكل جسم بيختلف عن الآخر، كل جسم معرض لأشياء معينة. هذه هي طبيعتنا البشرية، طبيعتنا الطبيعة ضعيفة بالنتيجة، بس نحن مع إيماننا، يعني أنا قوي بالذي يقوميني، أكيد بإيماننا نحن فينا نتغلب على كل شيء. أكيد 100%. مظبوط. خبرني هيك شوي عن علاقتك مع إخواتك، مع أهلك بالبيت. علاقتي مع أهلي بالبيت الصراحة اليومين بطلت عم شوفهم كتير، مضغوط كتير شغل. فكم شغلة. نعم لا بس أنا وأهلي إنه عيلة متماسكة، منحب بعض أكيد. أنا وإخواتي، بنحب بعض كتير، وأنا وأمي كمان بنحب بعض، وأنا وبي كمان ذات الشي. أكيد مع الأم، كل أم الأم بالدنيا أكيد بتختلف 100%. العلاقة معها. جوني شو بتحلم؟ شو عندك طموح؟ شو عندك أحلام غير إنه تتطور بشغلك؟ حلمي وحيد، شو هو؟ وحيد ومعي كرسي، ومعي كرسي، هي حامل الوحيد أكيد. بس على صعيد المجتمع ومعي كرسي وتطور بشغلي ووصل كلمة الله أسرع وأعلى. بس انت عم بتوصل كلمة الله، هاي شغلة بدي اقول لك اياها، انه ما في حدا قدك انت مثلك عم بيوصل كلمة الله، لانه انت بوضعك بالرجاء اللي فيك وبالابتسامة اللي ما بتفارق وجهك، يعني ما بعتقد يسوع بده شيء اكتر من هيك. كل الاشياء الباقية منا مهمة قدام اللي انت عم تعمله، قدام الامل والرجاء اللي عم تعطيه لكتير اشخاص، واولهم انا يلي بضلني قاعدة عم بخانق خيالي وعم بخانق حظي ومش عم بلاقي شغل ومش عم بعمل. عم بطلع هلأ فيك عم بقول نيالك يا ريت قدر عن جد تكون بهالرجا وبهالابتسامة مثلك. مرسي يا جوني بدي منك شيء، ما بعرف اذا بتقدر تسحب لنا اي من هون. أكيد. اوكي
اوكي وبترجع لورا بليز لمحلك. اوكي رانا الآية. اجعل غالب. علي صوتك بس عمو المعروف. اجعل غالب عمودا في الهيكل إلي فلا يخرج منه أبدا. بقرا غيره. اقرا غيره اذا بدك. يلا. صحبت كذا آية. اوكي اقرا هيك وحدة انت بتحبها بتأثر فيك خبرنا شوي عنها. مظبوط. أبوك الذي يراك في الخفاء هو الذي يكافيك. أبوك الذي يراك في الخفاء هو الذي يكافيك. حلوة. شو بتعني لك هالآية؟ هالشغلة بتنطبق علينا. هالشغلة بتنطبق على كل واحد مسيحي. نعم. إنه اللي بيصلي وهيك وبيواظب ماشي بحياة مستقيمة وصوم وخشوع مش ضروري يفرجي للناس إنه أنا بصلي وبصوم وبعمل. هي العلاقة مع الله. ما تخبر حدا. ما حدا ما تقول لحدا. من هي ربك يكون بكافئك. 100%. ما ها وها وها الآية هي بتعكس حياتنا. هالآية من أيامها مكتوبة. من 2019 سنة. ليك بعدنا لهلا عم نحصد. بعدنا لهلا عم نحصد نتائجها. إذا بدك تسأل يسوع سؤال، شو السؤال يلي بتسأله إياه؟ شو رسالتي من هالحياة؟ لأنه بعد هلا شوي شو رسالتي بهالحياة؟ شو طالب مني؟ إني أكون إنسان ناجح. يكون انسان اني بشر تبشر اكيد طالب مني اياه. طالب مني اني بشر على طول. طالب مني. انا بعتقد انه انت بصلب رسالتك وبصلب دعوتك باللي عم تعمله انك تطلع على التي في وتحكي هيدي اعمى واكبر رساله. بدي منك شغله جوني بليز، بدي تطلع على الكاميرا تبعيتك وتوجه رساله للاشخاص اللي عندهم حاله بتشبه حالتك. شو بتقول لهم؟ ما تيأسوا ما تملوا. خلوا ايمانكم بيسوع كبير لانه هو الوحيد اللي يشفينا. وحطوا عقلكم براسكم. ما حدا اسمى حدا. طلعوا من هالمقولة. ما حدا اهلما حدا. شو بتصيروا؟ مهم تصيروا. امين امين. امين. جوني في هيك شيء كلمة أخيرة هيك بعد بتحب تقلنا إياها؟ بتحب توجه رسالة لحدا؟ تحية لحدا؟ بتحب هيك في شيء تخبرنا إياه بعد ما قلت لنا إياه؟ هالإنسان ما لازم يمل. ما لازم يتعب. ما لازم يوقف. عطول لازم يضلوا لقدام. لأنه إذا وقفنا حبال الحياة الحياة بتمشي. الحياة بتضل ماشي. بس الحياة كتير بطيئة. نحنا كمان لازم نضلنا عم نمشي وعم نتعلم وعم نجاهد وعم نصلي لأنه نضلنا ماشي مع الحياة. من هي حياة وبتخلص. بس نحنا كمان لازم نكون قدها. أكيد. ما في شك. ومع يسوع ما في شيء مستحيل. مزبوط. أكيد ما في شيء مستحيل. جوني بدي أتشكرك كتير. بدي أتشكر حضورك معنا. أنا كمان بدي أتشكر أنه صدفتوني هذا فخر لألنا صدقني حبيبي. مشاهدينا إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدي الفقرة معنا. انطرونا بعد البريك بالفقرة التانية مع ضيوف تانيين. راجعين لكم.